عام رابع من الحرب على تعز، شهدت خلاله كثيرا من الأحداث والتقلبات، لعل الأبرز فيه انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما أنهك حالة المواطنين المنهكة أصلا بفعل توقف مصادر الدخل وعدم انتظام صرف مرتبات جميع القطاعات، وهو ما تسبب بتدهور الوضع المعيشي للمواطنين في محافظة تعد الأكثر كثافة في عدد السكان. عام 2018 طبعا كان عام قاسي على محافظة تعز بالأساس، لأن محافظة تعز تشهد حصارا جائرا عليها منذ 4 سنوات. الحرب أنهكت المدينة والمواطنون يعانون معاناة شديدة في هذه المدينة. إضافة إلى الحصار كان هناك عوامل ارتفاع الصرف، أدى ارتفاع الصرف إلى ارتفاع المواد الغذائية. في الجانب العسكري وباستثناء تحرير مديرية الصلو الواقعة جنوب شرقي المحافظة، ظلت جبهات القتال تشهد معارك كر وفر بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي دون إحراز تقدم يذكر، مع استمرار الميليشيا في قصف الأحياء والقرى السكنية وقنص المدنيين، رغم إعلان التحالف العربي أكثر من مرة انطلاق معركة تحرير المحافظة، لكن لم يحدث أي جديد في الوضع العسكري على الأرض. العام 2018 شهدت محافظة تعز العديد من المعارك في بعض الاتجاهات، كانت أغلبها معارك ما بين معارك كر وفر، لكن هناك حدث بارز جدا في عملية التحرير في تعز اللي حققه اللواء 35 في استكمال تحرير مديرية الصلب الكامل. والآن في هذه الفترة احنا منتظرين لاستكمال تحرير المحافظة، وإنما منتظرين للدعم من القيادة الشرعية. صرف رواتب موظفي المحافظة وبدء عمل بعض المؤسسات الرسمية ساهم في عودة جزئية للحياة في المدينة والريف، بالإضافة إلى انتظام بسيط في العملية التعليمية، كان الحدث الأبرز في محافظة تعز خلال العام، وكذا البدء بإعادة ترميم المقار الخدمية والمباني الحكومية وترميم بعض الشوارع مع بقاء بعض القطاعات مشلولة، كما هو حال قطاع النظافة. ترميم مباني الدولة طبعا مثلت أهم مؤشر بالنسبة لنا، والآن نستمر في شوارع المدينة طبعا، وبالتأكيد تلاحظ أن هناك طبعا حالة بيد لتفعيل أو لإصلاح الطرقات التي طبعا دمرت في الحرب. هذه البوادر طبعا تجعلنا رغم مآسي الحرب، إلا أننا نرى في 2018 مع وجود الأخ المحافظ طبعا عودة كثير من الأمور التي نحن طبعا نحبذها. الانفلات الأمني وصل ذروته في منتصف هذا العام، وشهدت المدينة أكثر من مرة معارك في بعض الأحياء بين الجيش وبعض العناصر الخارجة عن القانون، ما تسبب بسقوط عشرات المدنيين، كما تعرض عدد كبير من أفراد الجيش لعمليات اغتيال، ما استدعى إطلاق حملات أمنية لضبط المطلوبين. لم يشهد واقع تعز خلال هذا العام شيئا من إعادة الأمل إلى أبناء المحافظة بانفراج الوضع فيها وعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل انقلاب الميليشيا، فالحرب والحصار المفروض على المحافظة وتخاذل الحكومة والتحالف العربي في دعم الجيش ما يزال مستمرا، وهو ما يفاقم من صعوبة حياة الناس عاما بعد آخر. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.